السلام عليكم. بينما كان ترامب يتناول وجبة العشاء، وقع قرار الإنزال العسكري في اليمن. في ذات الليلة كانت الطفلة نوار العولقي تتناول وجبة العشاء الأخيرة قبل أن تفارق الحياة نتيجة رصاصة أمريكية استقرت في رقبتها وماتت على إثرها. هذه اللحظة المأساوية ما كان لها أن تحدث لولا قرار ترامب واستراتيجية مكافحة الإرهاب، تلك التي تخلف ضحايا مدنيين أكثر من الإرهابيين أنفسهم، لدرجة أننا أصبحنا نسمع عن إرهاب مكافحة الإرهاب كما نسمع عن الإرهاب ذاته. الحكومة الشرعية بعد صمت وتريث أزاحت الستار عن الموقف الملتبس الذي شاب العملية الأمريكية الأخيرة وسط البلاد. تصريحات نقلتها أكثر من وكالة إخبارية حول مطالبة الحكومة اليمنية الإدارة الأمريكية بالتنسيق قبل أي عملية عسكرية ضد الإرهاب. قال مسؤولون دفاعيون أمريكيون إنهم يحققون في تقارير عن مقتل مدنيين في الغارة. مصدر مطلع أكد أيضا لبرنامج المساء اليمني أن الحكومة اليمنية شريك أساسي للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، وأشار إلى مطالبة الحكومة التنسيق مع الحكومة الشرعية قبل تنفيذ أي عمليات عسكرية في اليمن. وفقا لكل ذلك نتساءل، هل تضع الحكومة اليمنية شروطا لمكافحة الإرهاب على أراضيها؟ حول هذا التساؤل ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. ينضم لي في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ نبيل البكيري. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بك. إذن مشاهدين الكرام، نتابع وإياكم هذا التقرير ثم نعود للبدء في النقاش. جاءت من الجو، شو نعملها؟ جاءت من الجو ما جاءت من الأرض. بهذه العبارة سخر صالح من مسألة هدر السيادة اليمنية من قبل طائرات الدرونز، وهو يبرم صفقاته الأمنية التي لا تأتي على أسس سوية من مكافحة الإرهاب في الجمهورية المهدورة التي كان يرأسها في يوم ما. مكافحة الإرهاب على طاولة الحكومة الشرعية هذه المرة يحظر من خلال تطور لافت، فقد طلبت الحكومة من الإدارة الأمريكية التنسيق المسبق معها قبل تنفيذ أي عمليات عسكرية لمكافحة الإرهاب داخل اليمن. مصادر مطلعة قالت إن الحكومة أبلغت مسؤولين أمريكيين بتحفظاتها على الطريقة التي نفذت بها قوات أمريكية خاصة الأسبوع الماضي هجوما على مسلحين من تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء. الهجوم الذي شهدته منطقة يكلا في قيفة البيضاء أنتج مأساة بحق المدنيين، بينهم نساء وأطفال، من بينهم نوار العولقي الطفلة التي ماتت جراء نزيف سببته رصاصة استقرت في عنقها. صحيفة نيويورك تايمز من جهتها نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحكومة اليمنية سحبت الإذن الممنوح للولايات المتحدة لتنفيذ عملية برية لمكافحة الإرهاب على الأراضي اليمنية، وهو ما يعده مراقبون تطورا غير مسبوق على صعيد مكافحة الإرهاب في البلاد وفق محددات عامة من شأنها وضع حد لهدر السيادة اليمنية الممتدة من إرث المخلوع صالح. قراءة موقف الحكومة وأهميته وتوقيته من شأنه أن يزيح الكثير من العتمة حول رؤية مكافحة الإرهاب في البلاد ويصحح اختلالات الإرث الأسود المتعلق بتحويل اليمن إلى فار تجارب للدرونز والمارينز. أجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام وبضيفي هنا الأستاذ نبيل، وبمن سينضم لنا تباعا. أستاذ نبيل، لو بدأنا بالحديث عن التحفظات إن صح التعبير التي أبدتها الحكومة الشرعية حول العملية الأمريكية الأخيرة وسط البلاد، ما أهمية أن تأتي في هذا التوقيت؟ هي تحفظات منطقية وتأخرت كثيرا بالأصح، يعني المستغرب أنها تأخرت كل هذا الوقت، لأنه يأتي في إطار أيضا نحن نتحدث عن سيادة وطنية، نتحدث عن أبرياء يسقطون، نتحدث عن تصرفات خارج إطار القانون الدستوري لليمن والقانون الدولي العام الذي يحرم استهداف الأبرياء وتحقيق العقاب عليهم دون أي محاكمة ودون أي اتهام واضح. وبالتالي هناك سلسلة من الأسباب التي تؤدي أو تدفع لمثل اتخاذ هذا القرار بالنسبة للحكومة اليمنية، وخاصة في توقيت خطير كهذا يؤدي إلى إرباك مسار استعادة الشرعية بشكل كبير، ويؤدي أيضا إلى عمليات غير محسوبة النتائج بالنسبة لقيام الولايات المتحدة الأمريكية مثل العمليات التي بقدر ما يعني تؤثر على مسار استعادة الشرعية في اليمن، بقدر ما أيضا تحرق الحكومة اليمنية وتضعها في مأزق أمام مواطنيها وأمام أيضا الرأي العام. وبالتالي نحن أمام قرار طبيعي وفي ظرف ونأخذ عليه تأخره
كل هذه الفترة، بالنظر إلى أن اليمن كانت مستباحة، وكان هناك أيضا اتفاق مع النظام السابق باستباحة اليمن من قبل الأمريكان، وكان يسمح للأمريكان من يتخذوا كل هذا الانتهاكات. يعني هو إرث أكثر مما هو شيء منطلق من الآن أو صار جديدا، هو إرث من إهدار السيادة ممتد من زمن صالح واستمر الآن. بالضبط، نحن ندفع ثمن حكم استبدادي، حكم لصوصي مافوي بكل ما تعني الكلمة معناه، ومن ضمن هذا الحكم ومن ضمن إرث هذا الحكم هذه الاتفاقات التي يعني تركت البلاد تحت رحمة الدرونز الأمريكية وتحت رحمة تصرف الأمريكان. وأيضا يعني الكارثة أيضا أنه هذا يدخل أيضا في سياق صناعة الإرهاب أيضا. يعني ما يتم، أنا دائما أقول وأكرر دائما أنه كل العمليات التي توصف بأنها في إطار مكافحة الإرهاب ليست سوى مخصبات لإنتاج الإرهاب. الإرهاب لا يحل بعد كل هذه التجربة الطويلة التي خاضها العالم في تحت لافتة مكافحة الإرهاب. تبين وكل مراكز أو معظم مراكز دراسات المحترمة أو وصلت لهذه النتيجة أنه الإرهاب اليوم أصبح منتوج عكسي لاستراتيجية مكافحة الإرهاب، بمعنى كلما زادت عملية مكافحة الإرهاب كلما زاد منسوب الإرهاب وارتفاعه وتحوله إلى ظاهرة خطيرة، لأنه هذه الاستراتيجية تقوم على زراعة الإرهاب وليس القضاء على الإرهاب. بالنظر إلى هذه المعطيات والشواهد، أين كانت جماعة الإرهاب في ترابورة واليوم أصبحت تمتلك هذه الجماعات دول ومساحة جغرافية كبيرة وأصبحت خطر كبير فعلا؟ لماذا؟ لأنها كانت نتيجة طبيعية لاستراتيجية مكافحة الإرهاب. طيب الآن الأمر هذا هل يتطلب، يعني ما نشاهده بشكل أو بآخر هل يتطلب نوع من إعادة رسم اتفاقيات أو استراتيجيات للتعامل و مكافحة الإرهاب بشكل عام بداخل البلاد؟ في اليمن، في الحالة اليمنية تحديدا، أنا أستطيع أقول بكل ثقة إنه الإرهاب في اليمن هو منتوج عكسي أيضا، ليس فقط الاستراتيجية التي الأمريكية التي حصلت طوال المنظر، بل إنه زاد، أو بمعنى آخر أنه أوجد البيئة الحاضنة له عملية إسقاط الشرعية وحدوث الانقلاب. الانقلاب كان من أهم العوامل الرئيسية في إسقاط الدولة الذي بعد ذلك أتت مثل هذه الجماعات أو سمح لها، أو بمعنى آخر تم توظيف مثل هذه الجماعات في سياق الصراع القائم اليوم لعرقلة استعادة الدولة وعرقلة مسألة إسقاط الانقلاب. طيب الآن هناك نوع من الحديث على أن البلد في نهاية المطاف هي موجودة تحت البند السابع، هذا الأمر يعطي نوع من المساحة لدول أخرى ليس يعني مرتبطة كثيرا بمصالح الحكومة الشرعية للعمل وفق المساحة، وإن كان هناك استهداف لمدنيين أبرياء يجب أن يعني كل القوانين المتعلقة بالأمم المتحدة تقول أن استهداف المدنيين الأبرياء لا يجوز، لكن هناك مساحة للعمل خارج نطاق إرادة الحكومة الشرعية وفقا للبند السابع، ليس كذلك؟ أنا لست مفتي قانوني هنا أو خبير قانوني حتى أفصل في المسألة القانونية، لكن هناك إطار سياسي ممكن الحديث عنه. هاي الإطار السياسي، إحنا ما نتحدث أنه اليمن تحت البند السابع، اليمن تحت البند السابع في إطار مسألة معالجة الانتقال السياسي، الانتقال السياسي الذي تم عرقلة مساره وتم الانقضاء عليه وإسقاط الشرعية وإسقاط البلاد، وبالتالي هذا المسار السياسي الواضح الذي تم عرقلته، ومن هي الأطراف التي عرقلت هذا المسار السياسي؟ هذه الأطراف التي شملت بقرارات سابقة لمجلس الأمن هي جماعة الحوثي وجماعة علي عبد الله صالح رئيس المخلوع، وبالتالي هاتان الجماعتان هما المعنيتان أيضا بهذا القرار، وليس مثلا يعني الآن الإشكالية أنه يتم جر ملف الإرهاب وهو ملف أيضا عائم وشائك وأيضا معقد وأيضا يتم توظيفه بشكل واضح في إطار المحاكات السياسية الموجودة، وبالتالي يتم جر هذا الملف من إطار ملف دولي مفتوح له عقدين من الزمن ويتم دمجه في إطار مسمى القرارات الأممية الصادرة بخصوص عرقلة الانتقال السياسي في اليمن، وهي اللي يدخل في إطار ما تحت البند السابع، وبالتالي هناك خلط واضح في مسار هذه العملية. أنا باعتقادي مسائل الجماعات الإرهابية أو جماعات العنف على افتراض هذا هذه الحقيقة المبالغ فيها أو هذه الصورة المبالغ فيها الكاريكاتورية لمسألة العنف في اليمن، وهي مسألة ليست حقيقية بتلك الصورة التي يتم رسمها، يتم اليوم دمجها في إطار مسمى العملية السياسية أو إطار، وهذا نوع من الخلط. أنا باعتقادي أنه المسار الواضح والحقيقي لمكافحة الإرهاب في اليمن هي استعادة الشرعية، الشرعية ووجود الدولة هما البوابة الرئيسية لمكافحة الإرهاب. طيب من هذا المنطلق دعنا نأخذ وجهة نظر وزير الأوقاف الدكتور أحمد عطية، ينضم لنا من المدينة المنورة. مساء الخير معالي الوزير.
مساء النور. العافية، مرحبا، أهلا بك. معالي الوزير، الأستاذ نبيل هنا تحدث على تأخر للحكومة الشرعية في التعاطي مع هذه النقطة والتحفظات التي بدرت منها حول عملية الإنزال في محافظة البيضاء. لماذا حدث هذا التأخر؟ أولا، نحن بيننا وبين الأمريكان اتفاقية أمنية قديمة، كانت الاتفاقية من أيام علي عبد الله صالح فيما يتعلق بموضوع الإنزال. لما تولى الرئيس هادي تم الاتفاق على عدم إنزال جنود في الأراضي اليمنية باسم مكافحة الإرهاب. والاتفاقية الأمنية تدعو للتعاون ما بين اليمن وأمريكا في مكافحة الإرهاب، لكن تكون بتنسيق مسبق ما بين الحكومة اليمنية وما بين الجانب الأمريكي. أنا أقول لك يعني أنه العملية الأخيرة التي حصلت في البيضاء لا علم لنا بها، ولم يحصل هناك تنسيق لا بين الأمريكان ولا بين الجانب اليمني، سواء كان جانب استخباراتي أو جانب رسمي يتعلق بالحكومة اليمنية. وبالتالي نحن نتمنى أن تفعل الاتفاقية الأمنية بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب، والتي تنص على أنه لابد من الإذن مسبقا والتنسيق مسبقا، سواء كان في نوع العملية أو في الأشخاص المستهدفين. لأن الذي حصل في عملية البيضة الأخيرة، قتل 10 نساء ومجموعة من الأطفال، وهذا الأمر قد يؤثر في المستقبل على الجانب الأمريكي في أنه يستهدفون المدنيين بعيدا عن الأشخاص المستهدفين من الإرهابيين. فنحن ملتزمين بالاتفاقية الأمنية بس بشرطين: الشرط الأول التنسيق والإذن مسبقا، والشرط الثاني أن تكون المعلومات المرفوعة عن الأشخاص من الجانب اليمني، حتى لا تكون هناك ضربة تستهدف المدنيين كالتي حصل في البيضاء. طيب، حول الاتفاقية هذه، يعني هي فرصة لنعرف أكثر حول هذه الاتفاقية، هل هي متعلقة بالإنزال أم متعلقة بضرب يعني الأهداف عبر طائرات بدون طيار؟ وما هو مدى أو من هي الجهة الحكومية التي تتبع الحكومة التي تنسق مع الأمريكان؟ هل يتم الأمر بناء يعني مرورا برئاسة الوزراء، رئيس الجمهورية، جهاز أمني، ما كيف يتم ذلك؟ شوف، تدخل الطيران في الأراضي اليمنية لابد من إذن الرئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية هو الذي يأذن بتدخل الطيران والضربات هذه. يبقى ما هي الأجهزة التي يعتمد عليها في المعلومات؟ هذا الموضوع يتعلق بوزارة الداخلية، يتعلق بالأجهزة الأمنية، سواء كان جهاز الأمن السياسي أو الأمن القومي. وبالتالي نحن لسنا بصدد التفاصيل في هذا الجانب، ولكن بصدد أنه لابد من إذن من رئيس الجمهورية بتدخل أي طيران في الأجواء اليمنية. طيب، بعد هذه التحفظات التي أبدتها الحكومة الشرعية، معالي الوزير، هل نحن أمام تحول جديد لمسار يعني عملية مكافحة الإرهاب يقضي بوجود دور أكبر للحكومة الشرعية في تحديد الأهداف بدقة وموضوع التنسيق في توقيتات الضربات وما شابه؟ هو بالنسبة للحكومة اليمنية، الآن نحن في وضع استثنائي الآن، وما زالت اليمن تمر بحرب مع الإنقلابيين، كانت هناك ضرورة للتنسيق مع الجانب الأمريكي. لكن لو استقر الوضع، أصبحت الحكومة اليمنية مسيطرة على كل أراضي اليمن، أعتقد أنه أصبح من الضرورة أن تكتفي الحكومة اليمنية بمحاربة الإرهاب، لأنها أخبر بمثل هذه المعلومات التي قد تغيب عن الجانب الخارجي. طيب، ماذا عن موضوع التشريعات يعني بشكل عام، الخلفية الدستورية بالنسبة للقانون اليمني؟ ما هي المساحة المتاحة بالنسبة للحكومة الشرعية في العمل وفقا لهذا الدستور للتعامل مع الجهات الخارجية الأجنبية غير اليمنية؟ المساحة الدستورية والقانونية أنه لا يجوز دخول أي طيران في الأجواء اليمنية لتنفيذ أي عمليات إلا بإذن. ونحن رأينا عاصفة الحزم لم تتحرك، برغم أنه قد سيطر الحوثيون على كل اليمن حتى وصلوا إلى عدن، لم تتحرك عاصفة الحزم إلا بطلب من فخامة رئيس الجمهورية، طلب رسمي. وبالتالي نحن نتمنى أن يكون التنسيق موجود، حتى يعني لا نفتح مجال لمن يتكلمون عن موضوع السيادة وانتهاك السيادة، وأيضا لا نجعل المدنيين
العزل الذي لا حول لهم ولا قوة يبتلون تحت غبار هذه الضربات الجوية التي غير منسقة في بعض الأحيان مع الجانب اليمني. إذن أشكرك معالي وزير الأوقاف دكتور أحمد عطية، كنت معنا عبر الهاتف من المدينة المنورة، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك أستاذ نبيل، هل من تعقيب على ما تفضل به دكتور أحمد؟ صحيح، فيما يتعلق بمسار الوضع الآن، الوضع اليمني مضى لا يحصل عليه في مسألة أنه لازالت اليمن الشرعية غير مكتملة، الأركان فيما يتعلق باستعادة البلاد واستعادة العاصمة واستعادة، يعني هناك وضع استثنائي يصعب معه الحديث عن اشتراطات أو الحديث عن أي نوع من أنواع التنسيق مع أي جانب، مع الجانب الأمريكي، وخاصة في ملف الإرهاب اللي يعتبر من أهم الملفات الآن المطروحة على جدول الحكومة الجمهورية الجديدة في واشنطن. وبالتالي ما لا مفر منه اليوم أيضا هو أن يكون هناك نوع من الشفافية أيضا في مواجهة الجانب الأمريكي. طيب يعني أستاذ نبيل، ما دام يعني كانت هذه الحادثة بعد قرار لأمريكا بحظر سفر الكثير من مواطنين من عدة دول ومن بينها اليمن إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ما دام هذا القرار وصل وحدث، فكيف يعني أيضا يمكن قبول أن تضرب الولايات المتحدة أو تقوم بعمليات إنزال بداخل الأراضي اليمنية ما دام أساسا هناك منع من دخول المواطنين اليمنيين؟ الأمريكان أيضا يتصرفون من منطق أنهم أوصياء على العالم، يعني وبالتالي هم لا يهتمون بتشريعات قانونية بشكل كبير، يعني وخاصة في مثل هذه اللحظة، يعني وبالتالي هذا الجدل الموجود اليوم قانونيا ليس فقط موجود في الجانب اليمني، وهو الجانب اليمني لم يناقش المسألة قانونية، هو ناقشها من قبيل نوع من التصريحات السياسية الآن التي تضغط باتجاه عدم اخضاع البلاد او ارباك مسار استعاده الشرعيه الان، لانه هذه العمليات التي تتم الان تحت ملف الارهابيه لا شك انها تهديد واضح لمساله استعاده الشرعيه، وخاصه انها تضع الحكومه الشرعيه في مصاف انها تقتل المواطنين والابرياء دون اي دليل، وبالتالي هذا يحرق ويربك مسار الحكومه الشرعيه. فيما يتعلق بالمسار القانوني، انا باعتقادي هذه الاشكاليات ايضا ليست فقط في الطرف في الجانب اليمني، مثلا الولايات المتحده الامريكيه الان هي تدخل يعني عايشه ازمه تفسير للقانون بشكل كبير جدا، وهذا الصراع اليوم اللي بين السلطه التشريعيه والسلطه القانونيه يوضح مثل هذا المسار. لكن في الاخير نحن كيمنيين مطالبين كحكومه شرعيه تحديدا الان مطالبه بان تكون لها صوت واضح في مساله ملف الإرهاب، وخاصة أنه هذا الملف ليس ملف هذه الحكومة وليس ملف الرئيس هادي، هو ملف النظام السابق، وبالتالي يجب أن نتبرى ونتخلى عن كل إرث المرحلة السابقة فيما يتعلق باستراتيجية والسياسة وعلاقة اليمن الخارجية تحديدا في هذه المرحلة، لأنه نحن أمام مرحلة خطيرة ويجب أن يبنى بشكل تدريجي وبشكل واضح قواعد الاشتباك أو قواعد التعامل مع المجتمع الدولي حتى لا نظل مرهونين لإرادات الآخرين، ولا يستطيع بعد ذلك أو لا يكون لدينا الفرصة بعد ذلك في الحديث عن سيادة أو غير سيادة في المرحلة القادمة. يعني هي الفكرة الآن أن يعني ورقة مكافحة الإرهاب كانت تمثل البقرة الحلوب كما يقول كثيرون لعلي عبد الله صالح في ابتزاز الغرب وفي ابتزاز ربما حتى المملكة العربية السعودية، هذا الأمر كيف يمكن أن يعالج أو يؤطر بشكل أو بآخر، وما هي الاستراتيجية السياسية التي يمكن أن تتبعها الحكومة وفقا لذلك لأن تكون هذه الورقة فعالة في تعطيل فعلا من يقوم بالإرهاب بالنسبة ل يعني بداخل اليمن؟ ونحن شاهدنا يعني أن الرئيس هادي تحدث على أن عملية الانقلاب هي عملية إرهابية في نهاية المطاف، ولكن ما يحدث بكثير من المواطن هو استهداف لمدنيين أبرياء في المقابل. أولا أنا باعتقادي أنه حتى نكون موضوعيين فيما يتعلق بوجود استراتيجيات، ولا يوجد استراتيجيات في يعني لا لدى الحكومة الشرعية ولا لدى أي طرف يعني في هذه المرحلة، الاستراتيجية الوحيدة هي استراتيجية الأمريكان في التعامل والتعاطي مع هذا الملف، يعني لديهم استراتيجية واضحة بس تختلف من مرحلة إلى أخرى آليات تنفيذ هذه الاستراتيجية. الأمريكان يعتبرون ملف الإرهاب ملف أمريكي، وبالتالي هذا الملف ايضا وصيغة حلوله هي صيغة يعني او استراتيجية أمنية عسكرية تقتصر على التواجد الأمريكي والحق المطلق للأمريكان في تعقب هذه الجماعات وعدم الالتفات لأي مسألة قانونية او دستورية او سيادة او ما شابه ذلك، وبالتالي نحن امام امر واقع يجب ان نكون صريحين في التعاطي معه امام الرأي العام. الجانب الآخر فيما يتعلق بورقة الإرهاب ايضا واستثماراتها، انا باعتقادي انه النظام الوحيد والشخص الوحيد اللي استطاع أن يتعامل مع الأمريكان بحسب المنطق عقم
هو الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وتعاطى معامله في الامريكان تعاملوا معامله في الارهاب كانه ورقه من ورقات التواجد والحضور في المنطقه واستثمار وضرب الخصوم السياسيين، يعني اشتغال بهذا. وعلي عبد الله صالح ايضا مشى بنفس السياق الذي يراد منه الامريكان ان يحقق هذا الملف في مساله يعني انتهاك السياده، في مساله تعقب من ترى امريكا انهم ايضا سهوله توصيف الخصوم السياسيين ودمجهم ضمن إطار جماعات الإرهابية. نحن أمام ملف يتم استثماره وهو ملف حقيقة، دائما نقول أن ملف الإرهاب هو ملف سياسي بامتياز وليس ملف أمني ولا ملف أيديولوجي ولا ملف ثقافي، رغم أنه وجود أيضا لا ننكر أيضا وجود أيضا خلفيات أيضا. يعني نظرية السبب الواحد في هذا الملف أنا اعتقادي ليست، لكن صح. الذي نستطيع أن نقوله أن الملف السياسي أو الملف الإرهاب أصبح ملف سياسي بامتياز ويتم كل طرف استثماره حسب المعطى والأولوية التي يراها في سياسته. طيب الآن كانت هناك تصريحات أمريكية أخيرة أيضا على أن الأولوية أو ربما هي تريد الآن توجه نحو، يفهم منها أنها تريد توجه نحو إيران بشكل أكبر، ونوعا ما هناك استهداف للقاعدة كما شاهدنا يعني من خلال الضربة التي حدثت أو عملية الإنزال التي حدثت في البيضاء. إذن هناك نوع من المعطيات الجديدة في السياسة الأمريكية نحو اليمن كوجود لأذرع إيران فيها، وكذلك لوجود لتنظيمات مصنفة على أنها تنظيمات إرهابية بالنسبة لأمريكا. هذا الأمر كيف يقرأ بالنسبة لك؟ أنا بالنسبة لي حتى الآن المعطى الأمريكي أو التوجه الأمريكي في الحالة اليمنية لم يتضح بعد بشكل رئيسي. يعني مثلا العملية الإنزال التي تمت واستهداف الأبرياء بتلك الطريقة أيضا تتعارض مع الخطاب المرفوع أمريكيا فيما يتعلق بالخطر الإيراني أو فيما يتعلق ب الصراع والتنازع مع إيران، وبالتالي من المبكر الحديث عن توجه أمريكي جديد يختلف عن توجه ديمقراطي. أنا باعتقادي أنه سيكون هناك هي نفس الاستراتيجية كما أقول دائما الأمريكية، لكن تختلف الآليات. الديمقراطيون لهم آليات في تنفيذ ومقاربة هذه الاستراتيجية، والأمريكان لهم آليتهم الخاصة الجمهوريين أقصد. وبالتالي الآن الجمهوريون ربما هم الأكثر استخداما للعنف والسلاح في كل مراحل حكم الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي كانت إشارة العملية التي نفذت في يكلا في البيضاء كانت إشارة واضحة على هذا المسار فيما يتعلق باستخدام العنف والقوى العسكرية في تنفيذ أجندات واستراتيجية الولايات المتحدة، على عكس الاستراتيجية التي كانت لدى الديمقراطيين التي كانوا يتخذون الحرب بالوكالة من خلال جماعات وخلال تماهيهم أيضا مع الجماعة الانقلابية في صنعاء، كان هو نوع من الاستراتيجيات في 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 اشتغال او استغلال واستثمار ملف الارهاب بالشكل الذي رايناه. وكان في مضمون هذا كله ليس فقط مساله الارهاب، انا باعتقادي انه ملف الارهاب ايضا الذي كان على وشك الذوبان والخفوت بعد ثورات الربيع العربي تم احياؤه من جديد من خلال قمع مسيرات الشعوب وقمع الثورات العربيه وإعاقة المسار والتحول الديمقراطي في المنطقة العربية، وبالتالي صعد ملف الإرهاب من جديد ورأينا مسميات جديدة للإرهاب من داعش إلى غيرها إلى الجماعات التي توصف بهذا التوصيف. وبالتالي اليوم الاستراتيجية الأمريكية لازالت قائمة على استخدام ملف الإرهاب وحصريا احتكار مسألة تعريف الإرهاب أمريكيا، وهذه من أخطر الإشكاليات التي تواجه هذا الملف وتواجه المنطقة العربية عموما. بمعنى آخر إنه الأمريكان هم الذين لديهم التعريف الخاص للإرهاب، الإرهاب هو كل ما يستهدفهم ويستهدف مصالحهم لا ما يستهدف مصالح الدول والمناطق والشعوب التي يتم قمعها وضربها واستبدادها وقتلها وتشريدها اليوم في المنطقة العربية. طيب دعنا نكمل النقاش أستاذ نبيل، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا نكمل هذه الحلقة مع الأستاذ نبيل وكذلك الضيوف الذين سينضمون لنا تباعا، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. أعود إلى الأستاذ نبيل البكيري المحلل السياسي الذي ينضم لنا اليوم في الاستوديو. أستاذ نبيل، هل أصبحت الأجواء اليمنية الآن مفتوحة لكل من أراد يعني للقوى الدولية أن تقوم بحروبها، أن تقوم بتصفية حساباتها بداخل هذه الأراضي، بما في ذلك ما شاهدنا من غارات أو عمليات إنزال أمريكية مثلا؟ اولا يجب ان نميز بين مستويين، مستويات ما يجري في الاجواء اليمنيه. هناك مستوى معروف وواضح لمساله التحالف العربي، والتحالف العربي هو تدخل باذن وبطلب من الحكومه الشرعيه اليمنيه والرئيس الشرعي الوحيد
عبد الرب منصور هادي. المستوى الآخر من التدخلات هو المستوى الذي ورثناه من النظام السابق، وهو ما يتم معالجته أو ما يتم التعاطي معه أو توصيفه ضمن ما يسمى بالحرب على الإرهاب. هذا المساران متناقضان، يعني المسار الأول هو مسار لا زال قائم، مسار السعادة الشرعية، والذي سمح لطيران التحالف العربي بأن تغير على أهدافها العسكرية الموجودة في الأراضي اليمنية للإنقلابيين. والمسار الآخر هو المسار الأمريكي تحت مسار الشرعية أو مكافحة الإرهاب. هناك يعني، وبالتالي نحن نستطيع نوصف أو ندخل لتوصيف الموضوع من هذين الزاويتين. هناك مسار مسموح به دول يعني من قبل الشرعية اليمنية التحالف العربي، ومسار اليوم بدأ يتضح الصورة فيه جيدا من خلال الاعتراضات اليمنية اليوم وسحب التفويض الموجود للاتفاقية السابقة، تعتبر أنها ألغيت بحكم إلغاء أو رحيل النظام السابق أيضا واعتباره جماعة انقلابية متمردة، ولم يعد يعني يفترض أنه لم يعد تلك يعني التعاطي مع إرث النظام السابق وخاصة ما يمثل انتهاك للسيادة الوطنية، يفترض أنه كان يعني تم الفصل منذ اللحظة الأولى مع هذا الإرث ومع هذه الاتفاقيات. أما أن يتأخر إلى هذا الوقت يعني أنا باعتقادي أنه لم يكن من الحكمة بمكان بالنسبة للحكومة الشرعية. طيب برأيك أستاذ نبيل، وفقا للظروف الموجودة حاليا، وفقا للمعطيات التي تمر بها الحكومة الشرعية على الأرض وحاجتها في نهاية المطاف إلى نوع من الدعم والتعاون من قبل أجهزة أمنية واستخباراتية لدول متعددة في تعزيز الوضع الأمني والعسكري في البلاد، ما هي المساحة التي تقدر وفقا لها الحكومة أن تقوم بفرض نوع من السيادة في نهاية المطاف، تلك السيادة التي يقول يعني يفتخر بها المواطنون؟ يعني في نهاية المطاف أنا الحكومة هي من تقوم بالإذن مثلا، الحكومة هي من تقوم بإرسال هذه المهمات أو هذه الأوامر إلى آخره، فيكون هناك نوع من الافتخار من قبل المواطن أن حكومته هي من تقوم بذلك. لا شك أنه فعلا يعني هذا الأمر للأسف حتى الآن يصعب أن, 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 أن يكون وضع مثالي كما يجب أو كما يطلب أو كما يرغب المواطن اليمني، لكن في الأخير نحن أمام واقع، هذا الواقع هو الموجود اليوم. نحن في معركة مستمرة، معركة سعادة الدولة والنظام والقانون، هذه معركة مستمرة ولها تداعياتها ولها كلفتها. لكن في الطرف الآخر أنا باعتقادي هذا لا ينفي أو لا يلغي مسؤولية الحكومة الشرعية في أن تعمل من أجل استعادة هذه السيادة، من أجل استعادة الوطن، ومن أجل أيضا يعني حتى ولو كانت في البدايات البسيطة لها فيما يتعلق بالسيادة الوطنية وما يتعلق أيضا بسعادة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، فيما يتعلق أيضا بهذه الملفات المهمة والخطيرة، ملفات الأمن الداخلي وملف الإرهاب، هذه ملفات كبيرة ومتشعبة، ولكن مع ذلك يتطلب من الحكومة أيضا أن تكون عند مستوى هذه اللحظة لترسم مستقبل أو ترسم ملامح شكل هذه السلطة وهذه الشرعية، أنها شرعية لا تفرط بالسيادة الوطنية وأنها شرعية قادرة أو تعمل بجهدها الأقصى من أجل استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، وخاصة أنه في هذا الظرف أيضا أن هناك نوع من استخدام هذا الملف من قبل الإنقلابيين والحديث على أن السلطة الشرعية تفرط بالسيادة، وأن يعني نحن أمام نوع من المناكفات السياسية التي أيضا ليست فقط أنه لا نريد الحكومة الشرعية تتصرف كردة فعل الإنقلابيين، بل هذه مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية والسياسية التي يجب أن تقوم بها أمام الناس وأمام الموقع والمسؤولية الوطنية التي الملقى على عاتقها بموجب تكليفها وتفويضها بإدارة هذه المرحلة. طيب الآن وفقا لتصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين، هناك نوع يفهم أن هناك نوع من التوجه لوضع جماعة الحوثي كجماعة إرهابية بالنسبة للتصنيف الأمريكي، هذا الأمر هل سيفتح المجال لنوع أو لمزيد من التدخل الأمريكي بداخل اليمن من وجهة نظرك؟ أنا من وجهة نظري أنه يفترض ليس الولايات المتحدة الأمريكية من تصنف هذه الجماعة جماعة إرهابية، بل الحكومة الشرعية والتحالف العربي. التحالف العربي أنا أعتقد أنه يعتبر جماعة الحوثي جماعة إرهابية، لكن بالنسبة للحكومة الشرعية للأسف لحد الآن لم تحدد نوع تموضع وتوصيف هذه الجماعة بشكل حقيقي لها، وهذا نوع من الخلل موجود في استراتيجية أو في رؤية في تصور الحكومة في تعاطي مع هذه الجماعة الإرهابية، وبالتالي هذا يفترض أنه يعني نحن لا نكون ردة فعل للجانب الخارجي أو الأمريكان أو لأي طرف آخر، يعني يفترض أنه هذه مسلمات المرحلة الوطنية اليوم، جزء من استراتيجية في التعاطي مع هذا الانقلاب، أنه هذه الانقلاب جماعات إرهابية استباحت اليمن، استباحت المواطن، استباحت كل شيء
في الداخل اليمني. وبالتالي هذا أقل ما يمكن أن يقال في مسألة توصيف نوع وجرم هذه الجماعات، أنها جماعات إرهابية. وبالتالي من يريد أن يتعاطى مع هذا الملف والسعادة الشرعية أو يدعم الحكومة الشرعية يجب أن يتعاطى معنا من هذا الملف، إنه نحن نتعاطى ونتقاتل أو نحارب ونكافح جماعة إرهابية. فمن يريد أن يقاتل معنا أو من يريد أن يدعمنا في هذا المسار فليأتي عن طريق الحكومة الشرعية، هي القادرة أو هي المخولة الوحيدة بمواجهة هذه الجماعة وتحويلها أو التعاطي معها وفق هذا المسار السياسي والقانوني والأخلاقي الذي ينبغي أن تتعاطى الجميع معه وهي جماعات إرهابية. لكن للأسف أن الحكومة الشرعية لحد الآن لم تختار توصيف دقيق واكتفت بمسمى الانقلابي لهذه الجماعة، مع أنها جماعة إرهابية تستخدم الدين وتستخدم كل مقدسات الأمة من أجل تدمير الدولة ودمارة المجتمع. وبالتالي هذه لا فرق على الإطلاق بين جماعة أو فكر القاعدة وفكر جماعة الحوثي، اللهم إلا في مسألة الولاية والتفاصيل الدقيقة في مسار المذهب الزيدي الهادوي الذي تختلف معه جماعة القاعدة، وإلا نفس الآليات والسيكولوجية الحاكمة والآيات والتوظيف الذي يتم توظيفه أو تفسير الدين وفق هذا المعطى هي نفسها لا تختلف كثيرا. طيب يعني وفقا لحديثنا وإشارتك لموضوع السيادة أنه إرث بشكل عام، يعني ما يحصل في اليمن من انتهاك للسيادة هو إرث يعني أخذته الحكومة الشرعية من حكومات سابقة من نظام صالح بشكل عام. هذا الأمر كيف يمكن القطع معه باعتبار أن هناك كما تفضلت حاجة للقطع ما بين نظام صالح، ما بين الأسلوب أو النهج الذي كان ينتهجه في تلك الفترة وما بين النهج الآن؟ كيف يمكن القطع مع هذا الماضي أو هذا الأسلوب أو هذا التوظيف للملفات، سواء ملف الإرهاب أو ملف في يعني تعزيز حكمه ونظامه؟ أولا نحن في معركة الآن، الشرعية في معركة، الوطن في معركة كبيرة وتضحياتها وضحاياها كثيرين جدا أيضا. وبالتالي أنا بعتقد أنه الخطوات التي اتخذت رغم أنها متواضعة وبسيطة فيما يتعلق بكثير من الأمور، مسألة رواتب الناس، مسألة الأمن، مسألة يعني كثير من القضايا، أيضا من أهم هذه الملفات أيضا القطع مع إرث الماضي أنه الجهاز الدبلوماسي للدولة، الجهاز الدبلوماسي للدولة لا زال جهاز مفخخ بكثير من عناصر النظام السابق، وهذا يجعل من الصعوبة بمكان أداء مهمة دبلوماسية تحترم اليمن وتحترم سيادته. وبالتالي لأنه يوجد هناك، لأنه الجهاز الدبلوماسي في الأخير هو الجهاز ونافذة العالم عليك ونافذتك على العالم، وهو الذي قدم الصورة عن حقيقة الشرعية وعن حقيقة الأوضاع في اليمن وكيف يجب وما ينبغي يعني أو الأسلوب الذي ينبغي التعاطي معك من قبل المجتمع الدولي. وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا الملف يحتاج أيضا هذا المسار ومسار الدبلوماسية الخارجية وتغيير استراتيجيتها ورؤيتها للعالم، تغيير أيضا آليات وأدوات هذا المسار. أيضا الجانب الآخر فيما يتعلق بكل ما يتعلق بالعلاقات الدولية أو الاتفاقات المبرمة خارج إطار الحاجة والمعطى والفائدة الوطنية منها أو المصلحة الوطنية منها. أنا باعتقادي مثل هذه الورقة، ورقة الإرهاب والتفويض للأمريكان باستخدام الأقوى اليمنية لم تكن في مصلحة الوطن على الإطلاق، بقدر ما كانت تمثل كما أقول دائما عملية من عمليات إعادة صناعة وإنتاج الإرهاب في الحالة اليمنية. وبالتالي نحن اليوم مطالبين بالفصل مع هذه المرحلة بكل معطياتها وبكل متعلقاتها حتى ننطلق بشكل أكبر من استعادة الدولة والوطن. طيب الآن هناك نقطة أخرى حول يعني نوع من التركيز حول نقطة مكافحة الإرهاب، وكذلك هناك التوظيف السياسي لهذا الأمر. هناك من يحيل الأمر، يعني الحادثة الأخيرة في البيضاء والتسريب الذي يعني وفقا للمعلومات حدث، فهرب زعيم يعني زعيم القاعدة من هناك، يحيل الأمر إلى أن هناك ما زال توظيف سياسي من قبل المخلوع صالح لملف الإرهاب واستغلال وارتباط استخباراتي الآن بشكل أكبر. هل هذا موجود بالفعل أستاذ؟ ملف الإرهاب في اليمن دائما أقوله أنه ملف سياسي بامتياز. ملف الإرهاب ملف سياسي، التوظيف السياسي لجماعة الإرهاب ليس وليد اللحظة أو ليس وليد اليوم، هذا التوظيف موجود منذ تسعينات القرن الماضي حينما تم استخدام جماعة العائدين من أفغانستان في قتال ما سمي بالحزب الاشتراكي اليمني حينها أو مسألة الانفصاليين. وبالتالي هذا الملف تم توظيفه أيضا بعدها في كثير من العمليات فيما يتعلق بأيضا استقلاب الدعم الخارجي واستقلاب
كل ما يتعاطى مع المجتمع مع الحكومة، أو بمعنى آخر بحث عن شرعية دولية للنظام المحلي. فكان أهم ورقة استقلاب هذا الدعم وهذه الشرعية ملف الإرهاب، وبالتالي تم توظيفه بشكل كبير، وتم شيطنة الكثير من الأشخاص أيضا في إطار هذه العملية. طيب سنعود إلى هذه النقطة أستاذ نبيل، لكن دعنا نأخذ معنا الآن أو ينضم لنا الآن اللواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيادة اللواء. طلبت الحكومة الشرعية من الإدارة الأمريكية التنسيق المسبق معها قبل تنفيذ أي عمليات عسكرية لمكافحة الإرهاب بداخل اليمن. الأمر ليس بهذا الوضوح حول الآليات الدقيقة، لكن كيف أنت تقرأ هذا الخبر بشكل إجمالي؟ شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم. هو طبعا الموقف الحكومي موقف طبيعي، وإن جاء متأخر قليل يعني، لكنه موقف طبيعي. فالعملية الأخيرة التي تمت في يكلا وبعض العمليات قد تمت خارج التنسيق مع الحكومة اليمنية أو الجهات المختصة. كان معروف عن النشاط الجوي الأمريكي في اليمن أنه يتم عبر التنسيق مع الجهات المختصة اليمنية. كان هناك ثلاث غرف، واحدة في فلوريدا وأخرى في جيبوتي وثالثة في مكان ما في الخليج. هذه الثلاث الغرف يعني اليمن على اتصال مباشر بها من خلال ممثل مباشر أو اتصال مباشر، وكانت أي عملية تتم بالتنسيق مع الحكومة اليمنية. والكلام هذا أنا سمعته من رئيس منصور هادي شخصيا حينما كان نائبا للرئيس. وكانت العملية أقل خطأ في التعامل مع الأهداف المرصودة إلا تلك التسريبات المقصودة التي كانت تتم لقتل بعض الشخصيات أو بعض خصوم علي عبد الله صالح، كما حصل بالنسبة للوكيل محافظة مأرب الشبوان. فهذه اغتالوا علي عبد الله صالح عبر الطيران الأمريكي عن طريق إحداثيات أو معلومات خاطئة. لكن العملية الأخيرة التي تمت وأيضا الإعلان الأمريكي عن تحريك السفينة يو إس سكول وما يشاع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن إنزال 10,000 مقاتل قرب الشواطئ اليمنية وفي المياه الإقليمية اليمنية، هكذا يعني تشيع بعض وكالة الأنباء وبعض وسائل التواصل الاجتماعي. كل هذا يتم خارج التنسيق مع الحكومة اليمنية. إذن فالمسألة إذن تتعلق هنا بالسيادة أولا وبالحفاظ على أرواح اليمنيين ثانيا وثالثا ورابعا يعني. فعملية يكلا لم تكن عملية ناجحة، ولم تكن عملية تستهدف الإرهاب بشكل مباشر، ولم تكن بالتنسيق مع الحكومة اليمنية. فكانت النتيجة قتل عدد كبير من الأطفال والنساء ومن المقاتلين الذين يقاتلون الحوثي. ولا تستغرب إذا عرفت أن هذه العملية قد تمت بالتنسيق مع صنعاء كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باسم البنتاغون، قال أن هذه العملية تمت بالتنسيق مع صنعاء، بمعنى مع الإنقلابيين. يتحدثون عن الحوثيين باعتبار يعني أو إيران باعتبارها إرهابيين، ويدعمون أذيالهم في اليمن أو ينسقوا معهم من أجل تنفيذ عمليات يقولون أنها ضد الإرهاب. وقد استهدفت قيادات هي في الصف الأمامي لمقاتلة الإنقلابيين في البيضاء. يعني المسألة فيها نوع من التداخلات وفيها نوع من الخطأ وفيها نوع من التعمد، وفيها يعني بالنسبة للحكومة الشرعية أو بالنسبة لعامة الناس يعتقدون أن أمريكا طالما هي تنسق مع الإنقلابيين فهي تماليهم في كل شيء. نعم. والأمريكان في هذا الجانب يعني قد يكون قدرة على إعطاء كل طرف من الخصوم في الساحة اليمنية أنها مع الطرف الآخر يعني، وتقدم الدليل يعني. الحوثيون يقولون أن أمريكا مع الشرعية، وأمريكا تقدم هذا الدليل لأنها ستقول ستقضي على الحوثيين في اليمن أو نفوذ إيران، وتقدم للشرعية الدليل على أنها مع الحوثيين بالتنسيق مع الحوثيين في تنفيذ عملية يكلا. فالمسألة إذن هناك أوراق مختلطة، فكان لابد للحكومة اليمنية الشرعية أن تحدد موقفا واضحا وصريحا من مثل هذه العمليات، وتطلب أن لا تكون إلا بالتنسيق المباشر وبإذن مباشر منها، وهذا حق سيادي وطني شرعي. أما محاربة الإرهاب فالحكومة اليمنية وقواتها المسلحة والجيش الوطني والجهات الأمنية
يعني تحمل على عاتقها مقاتلة هؤلاء في كل مكان، ولا إخراجهم من عدن وإخراجهم من لحج ومن الضالع. الضالع لم يكن فيها قاعدة، يعني من شبوة ومن أبين ثم أخيرا من المكلا، نعم من المكلا حضرموت يعني، واتجهوا منها من المكلا إلى البيضاء، وكانوا في أحد معسكرات الحرس الجمهوري يعني باعتبار الأساس الذي انطلقوا منها يعني. فموقف الحكومة من القاعدة ومن كل التنظيمات الإرهابية هو موقف عدائي مقاتل يعني على الضد تماما منهم. إذن فأمريكا إن كانت تريد أن تقاتل الإرهاب في اليمن أو تقف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن، فلتقف معها يعني في إطار الحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله والشرعية أيضا. نعم. طيب أنت سيادة اللواء، كيف تقيم هذا التعاون الأمني ما بين الإدارة الأمريكية والنظام صالح سابقا ما كان يعرف بالأمن القومي وما شابه، خصوصا أن الشواهد تؤكد أنه ملف يعني متخم بالأخطاء كذلك بالضحايا من المدنيين؟ إيه طبعا، عملية المعجلة وغيرها من العمليات اللي ارتكبت فيها مجازر وقتل بعض الشخصيات الوطنية مثل الشبواني وغيره، وهناك عملية أيضا كانت ناجحة يعني، وحتى قضية العولقي قتلوا فيها أطفال ونساء، بل قتل فيها أطفال ليحملون الجنسية الأمريكية يعني. يعني ليس في هذا مواربة أو يعني الحديث بصورة غير مباشرة أو دبلوماسية، مباشرة يعني قتلوا فيها أطفال ويحملون الجنسية الأمريكية، بمعنى أن هذه العملية كانت عشوائية وبناء على معلومات خاطئة. هذا أولا. ثانيا، الولايات المتحدة الأمريكية تعرف تمام المعرفة أن علي عبد الله الصالح كان يتعامل مع تنظيم القاعدة ومع بعض رموزه وقيادته. ولنأخذ مثال واحد فقط وهو المتهم رقم واحد في قضية السفينة USS Cole. نعم سيدنا. وهو جمال البنا. هذا الرجل أمريكا عرضت فيه 13 مليون دولار لمن يأتي بمعلومات عنه، أو جمال البدوي، لمن يأتي بمعلومات عنه باعتبارها المتهم الأول، وكان مختفي إلى أن يوم من الأيام في أحد المحاكمات في محكمة في صنعاء، وكان الرجل في الصف الأول ومعه حراسته الخاصة، وأذيع في قنوات التلفزيون وشاهده الناس جميعا. نعم سيدي. فقالت الولايات المتحدة الأمريكية إذن الرجل عندكم. اضطر علي عبد الله صالح أن يزج به في السجن مرة أخرى لفترة بسيطة، ثم قيل أنه هرب من السجن. وضحت. نعم سيدي. العمليات في حضرموت بشكل واضح يعني. إذن كيف خرج من السجن؟ وكيف أن الولايات المتحدة كانت تتعامل مع علي عبد الله صالح ويتعلم نعم. أنه يخفي المجرمين؟ وكثير من قادة التنظيم القاعدة كانوا على اتصال مباشر بقصر الرئاسة، ولهم مخصصات مالية واضحة، وكان أحد وكلاء المحافظات في أبيان يسلم بعض قادة التنظيم القاعدة اعتمادات شهرية معتمدة من نعم الرئاسة. سيدة لواء. وكان هناك بعض من هذه القيادة ذهب بهم أحد ضباط الأمن السياسي من أبيان إلى صنعاء، ورفض أن يستقبلهم رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي السابق اللواء غالب طاهر القمش، وتلقفهم أحد ضباط نعم سيادة اللواء من هذا الضابط ضابط الأمن السياسي، وذهب بهم إلى عبد الله صالح. وضحت الفكرة سيادة اللواء. نعم. وأصبحوا مرتبطين بدار الرئاسة بشكل مباشر. هذه العملية فيها تداخل تعرفه الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا التعامل الملتوي في مقاتلة نعم القاعدة ينبغي أن ينتهي، وتعتمد التعامل مع الحكومة الشرعية والجهات المختصة فيها لتكون هذه العمليات ذات بعد وطني وأمني على المستوى اليمني وعلى المستوى الإقليمي والدولي. أشكرك سيادة لواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب، كما هو الشكر موصول لك أستاذ نبيل. ليس هناك وقت للتعقيب حول ما تفضل به سيادة لواء، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا أستاذ نبيل البكيري المحلل السياسي، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. إلى اللقاء.